بشتى الصور أحب الوفي. وضرب لنا مثلا ونسي خلقا وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فمن أجل ذلك يا إخواني حالنا مع الله عجيب، يخلقنا فنعبد غيره، يخلقنا فنعبد غيره، يرزقنا فنشكر سواه، يتحبب إلينا بالنعم ونتبغض إليه بالمعاصي. يا أخواني يقول أحد السلف لو علم الناس عظمة الله ما عصوا الله، وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. العجيب، انظر إلى المقارنة. أنت مخلوق ضعيف، خلقك الله من نطفة، والله عز وجل هو الخالق العظيم الذي خلق كل شيء سبحانه وتعالى. نتكبر لماذا؟ نبتعد عنه سبحانه وتعالى لماذا؟ وقد خلقنا من نطفة، فقال جل في علاه في سورة الطارق: فلينظر الإنسان مما خلق. يقول الشيخ ابن عثيمين في هذه الآية: الله يدعونا في القرآن أن نتأمل في أنفسنا، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. بالله اسمع وتأمل، والله آية عظيمة في سورة التغابن. يقول سبحانه وتعالى: خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله، وتصفو الحياة بنور هدى. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً.